نيوزيلندا تعترف بخطئها وتظهر مرة أخرى تميزها من خلال تعاطيها بشفافية مع مختلف الملفات والتحديات، حيث نشرت لجنة التحقيق الملكية تقريراً بشأن مجزرة مسجدي كرايست تشيرتش التي أودت بحياة 51 شخصاً في منتصف مارس الماضي على يد متطرف أسترالي من الداعين إلى تفوق العرق الأبيض. وخلص التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في البلاد ركزت بشكل حصري تقريباً على الإرهاب الإسلامي، وبالتالي فشلت في فرض الضوابط المناسبة على التراخيص لحمل الأسلحة، لكن اللجنة اعتبرت أنه على الرغم من هذه العيوب لم يجد التقرير أي تخاذل داخل الوكالات الحكومية. أما الجالية المسلمة فانتقدت السلطات لتجاهلها التحذيرات بشأن تصاعد خطاب الكراهية، أمر اعتذرت بشأنه رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن. أكد التقرير على وجود تركيز غير مناسب للموارد، كما حدد التقرير أنه قبل عام 2018 لم يكن تركيز الموارد مبنياً على تقييم مطلع لتهديدات الإرهاب المرتبطة بالأيديولوجيات الأخرى، وبينما لم تجد اللجنة أي مؤشرات تدل على أن هذه المسائل لكانت أوقفت الهجوم، برزت قصور، ولذلك وباسم الحكومة أعتذر. قبلت الحكومة التوصيات التي قدمها التقرير بما فيها إنشاء وكالة جديدة للاستخبارات الوطنية والأمن، كما وافقت على تعيين وزيراً لتنسيق الاستجابة للتقرير، وشددت على أنها ستطبق الاقتراح المقدم للشرطة في التقرير، وذلك لتحديد جرائم الكراهية وتسجيلها والاستجابة إليها بشكل أفضل.